الشهاده ديالو ما واش رسميا تخادت؟ رسميا وقفنا معاه وجات الضابطه القضائيه اللي هما دارك البرج وجلسناهم وعطى الاشهاد ديالو وقريناه وبسم عليه ولا يحركون ساكنا. حنا جينا كنسولو سبب التماطل، سبب التماطل، وهاد الاخوان هادو على عيني كتعدي كيدوروا معنا الصباح وبالعشيه في الكناس بوكلام. هاد الناس اللي هما مفهومين، هاد الخسايل هادي وعندهم سوابق شتى، هاد الناس سغاو علينا. حنا جينا نوصلوا الصوت ديالنا، الناس اللي كتصفق على المنكر والناس اللي كتدرك على الشياطين، هاد الشياطين ما يظلموناش. هذاك مات، المطالب ديالنا كنسولوا على هاد التماطل علاش، وفريو لنا المنامه بالعربيه. حنا ناس مقارين، حنا عروبيه ما كنعرفوش. اللي كندرسوه مزيان هو عندنا ملك تيعزنا وعطاني هاد الحريه ديال التعبير باش كنهضر دابا امام الملعب. والله ينصر سيدنا السير، ما بقى ما يضرب والا غادي تكبر المصيبه. انا عبد ضعيف عقولها وتحدى، اقسم بالله العلي العظيم انا مستعد ننتحر ودابا. ولا تلقوا بانفسكم ولا تهلكوا، مازال عندنا واحد شويه ديال العمل سيدنا في القضاء وفي مؤسسات كبيرة. القضاء ماشي كلشي. دابا حد الساعه عندنا واحد الذيعه ضدنا، ضد الدرويش اللي كيتمارس عليه العنف، وكنتمنى من الله توصل هذه الرساله. معايا كذلك واحد من الفاعلين الجمعويين والمؤلفين بهذه المدينه، ناضلوا في السجن. هذا كان صادر منذ البدايه سعه الاله. يعني انتم كساكنه، انتم كساكنه رحم الله. نعم، هذه هي الصوره ديال مصطفى، هذه هي الصوره ديال مصطفى. شكرا لكم على هذه الصوره السيئه. الصلاه على النبي الامين ورحمه الله العالمين. كلنا مصطفى. نعم نعم سي مصطفى، انتم كساكنه انتم كما جاء يعني في عدد من يعني عدد من اللقاءات اللي قمنا بها من مدينه بكران، انكم انتم كساكنه كتستنكروا هذه الافعال وكتنكروا هذا الشيء اللي كان اللي وقع. والدليل هذا هو انه 20 شاهد ديال الناس كتشهد مصطفى على الافعال اللي قاموا بها هاد الناس ضد الفقيد الله يرحمه. انتم كساكنه يعني وجمعوي، شنو يعني اللي تبرد هذا الشعار ولا تخرج هذا الشعار كلنا مصطفى، واي واحد تيتمارس عليه الحكره داخل الوطن راه حنا الفداء ديالو. وحنا هذا الشيء اللي شفنا داخل مدينه سكر، هذه الفجيعه. السلام عليكم متابعينا، معنا الام ديال مصطفى. الحاجه فين وصل الملف؟ فين مازال اولدي؟ مازال ما وصل، مازال ما تقدموا دوك الناس المجرمين هما باقيين كيدورو، حنا راه حنا باقيين كنتبخو وكنتحركو. إذا مازال ما اعتقلوهمش؟ مازال ما معتقلين ما والو، راهم كيدورو كيدخلو مع ولادنا في القهوة، راه كيساينو توقع ثاني شي جريمة أخرى. هاد الناس حنا بغيناهم يتعتقلو. إلا تبدات الجريمة في حقهم وعندهم تشهد بلي دايرين جريمة يتشدو. علاش دابا راهم مواطنين بحالنا بحالهم تنطالبو العدالة؟ راه حنا مقادين دابا في العدالة، خصنا العدالة تنصفنا. والحمد لله راه كاينه الثقه في العداله ديالنا، حنا تايقين في المغرب ديالنا، ولكن راه خصهم يتحركوا. علاش دابا وقفوا حتى لهاد الدرجه؟ علاش وقفوا حتى لهاد الدرجه؟ واش هما مازالين في البحث؟ مازال ما اش من بحث؟ واش دابا 50 يوم فين باقي شي بحث؟ الى دارك الملك ديال بوفكر كملات خدمتها، الى ديال البرج كملات الخدمه ديالها، راه كيكملوا. خص غير هما دابا ينصفونا، خص غير الملف ديالنا يتنصف. الى كان باقي عند الدار كيتقدم، ويلا كان هذا المهم بغينا المجرمين يتقدم. ولكن بالنسبه للدرك واش قال لكم انهم سالوا البحث ديالهم؟ بالنسبه للدرك ديال بكره كاع شي كي زعما تواصلتوا معاهم؟ بقاو شي يقولوا لك نيشان، شي كيقول لك حنا صيفطناه عند ديال البرج، ديال البرج ثاني تيقول لك حنا كنساينوا هذا الوكيل الملك. ايوا هذا الشيء اللي كاين، حنا راه مازال ما تنصفوش. ونتمنى ان شاء الله يبان لك مازال ولدي حنايا مازال ما سمعنا حتى شي حاجه، مازال وحنا كنتكواو وحنا كنتحرقوا. هما قتلوا الولد وما مرضوا وما وقع لهم حتى شي حاجه، وتالقينهم كيدوروا وكيستفزونا حنايا، كيدوروا مع رجلينا، اشنو كيساينوا؟
كيساينو ثاني واحد في ولادي يتشد معاه ويمشيو يتبتوا علينا ديك الساعه. حنايا الحكم حنايا غادي يتبتوا علينا القانون في ساعه غادي يشدون. اما المجرمين راه مازالين الله يرحم الوالدين، حنا غير مواطنين كيف كيف الحمد لله. راه حنا كلنا تحت الرايه ديال سيدنا. تبتات الجريمه في حقهم، داروا الحوايج اللي ما خصهمش يداروا. هما ضربوا وما عندهمش الحق يضربوا، وهما اعتقلوه في السياره ديالهم ما عندهمش الحق يعتقلوه في السياره ديالهم. علاش دايرين بحال العصابه؟ علاش علاش هاد الخليفه داير العصابه هو والمقدمين؟ غير 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 كيوزعوا في عباد الله، كيوزعوا في الجياب ديال عباد الله، وتيسكفوا الدم ديال عباد الله. واللي ما سكفوا له الدم، ولدي اللي ما رضاش يعطيه، ولدي اللي ما راضيش يعطيهم شي حاجه ديال الرشوه، ها هو دفع الثمن ديالو، ها هو دفع الروح ديالو. واش هاد الشباب هذا، واش هاد الشاب هذا ساهل عليا انا ننساه؟ لا الله يرحمه، ما غاديش ننساه وما غاديش يتناسى ليا، حيت هو اللي متحمل المسؤوليه ديالي وكان مزيان لا معانا ولا مع جيرانه ولا مع خوته ولا مع كلشي. الولد ما هانتوما راكم تصمتوا في الفيديو القديم، راه كيشهد عليه. حنا كنا حاضرين تما، الله يرحمه مسكين، الله يرحمه مسكين، نتمنى ربي ولكن ما يمكنش. انت راجل منين جا عندك الخليفه؟ حيت جا عندك الخليفه على لافيلانس عطيه لافيلانس. راجل راك بحالك بحالو في القيمه، والقيمه ديال ولدي احسن من ديالو. شتي قيمة ولدي احسن من القيمه ديالك الخليفه. على حقاش؟ حيت لو كان هاد الخليفه واعي ما يقولوش سير دير لها خطاف، هذه هي الضره الاولى. نمشي واحد ساكن غير في الرحاله قسما بالله ما يقول هاد الهضره، يهضر لك بالادب. اما انت يا الخليفه كتقول داخل بشي مستوى، وشاد انت يا الخليفه ما خصكش تهضر بداك المستوى. ولديك حتى يقول لك علاش ندير الخطاف؟ واش انا اختي مريضه عطيني لافيلانس غدير شي حاجه في راسها؟ ودورتي انت يا عند المقدم يا الخليفه كتقول له واش هذا باه اللي ما بغاش يدير لنا التلقيح وطوفنا؟ قال له ايه، قال له ايه هذا هو. وهو يدور عند المخازنيه قال لهم هزوه ديو. علاش زعما؟ واش هذيك البلديه الزريبه ديالك؟ واش هذيك البلديه الزريبه ديالك الخليفه؟ واش هذيك بوفكران؟ واش هذيك بوفكران الفيرما ديالك ولا ديال باك؟ ها لا حنا كلنا ماشي الفيرما ديال باك، وهذوك المخازنيه وهذوك المقدمين ماشي الخرفان ديالك، وهذوك اللي كتقتلهم ماشي الخرفان. الحر معنا المزاز كما استمعتم سابقا لاحد التصريحات. اخي فين وصل الملف ديال مصطفى؟ اولا السلام عليكم، كنشكركم على الحضور ديالكم. اول شيء هو ان الحضور ديالنا امام المحكمه الابتدائيه ما هو الا نداء احترام وتقدير للنيابه العامه، وهذه الوقفه الاحتجاجيه نامل بها احاله الملف للمحكمه والمتابعه تحت سلطه الحكم. كذلك نطالب ايضا باعتقال المشابهين والاعتقال الاحتياطي بناء على طلبات النيابه العامه للسيد قاضي التحقيق طبقا للمادتين 176 و177 من قانون المسطره الجنائيه، لان هاد الاشخاص هادو صراحه خصهم يتعتقلوا، لان الملف ديالهم هو ملف فريد من نوعه. بين لحد الان مازال ما تعتقلوش؟ لحد الان مازال ما تعتقلوش؟ هما لحد الان بصراحه مؤقت عندهم ضمانات الحضور، ولكن تعدد الجناح بشكل كثير يعني كيخول السلطه انها تعتقلهم صراحه من دوري الخاص. وشنو الرساله ديالكم اللي كتوجهوا حاليا في هذا؟ الرساله ديالنا هي يعني تسريع، بما ان الضابطه القضائيه انتهت من البحث، نطالب المحكمه بان تحيل هذا الملف للمتابعه تحت سلطه الحكم. اقولها واكررها، لان بما ان البحث قد انتهى وبان المسطره كانت معقوله، لذلك وجب ان تتخذ النيابه العامه هذا الملف وتحتضنه، كما نطالب بمحكمه الاستئناف في شقها الجنائي ان تنصف هذه العائله. واخا شكرا على المداخله ديالك، شكرا مره اخرى، شكرا. السلام عليكم متتبعينا متتبعيتنا، معنا اخ التحيه. اخي فين وصل الملف ديال سي مصطفى؟ مصطفى المرحوم الله يرحمه مسكين. اخي الملف التحقيق مثالي، ولكن مازال ما تقدمش للمحكمه، ما عرفناش علاش مازال الجنات ما تقدموش الان. لحد الان مازال ما تقدموش، ما كاينش تقديم ابدا. واش بالنسبه للجنات مازالين في حاله صراح او حاله صراح؟ متابعينهم في حاله صراح، وهذا هو مطلبنا احنا. حنا كنطالبوا متابعتهم في حاله اعتقال، لانه جميع التهم تثبت عليهم.
بالشهود بكل شيء، ومع ذلك كنشوفوهم في حاله صراحه هذا كيحس. ما كاينش شي مذكره ديال البحث، مذكره ديال الاعتقال ديالهم او لا؟ لا لا ما كاينش ابدا، هما في حاله صراحه. في حاله صراحه، لانه في نظر المحكمه انه ما كاينش موجبات الاعتقال. هذا الشيء كامل، هذا شطط استعمال السلطه والضرب والاختطاف والاعتقال كامل بالنسبه لهم ماشي موجب للاعتقال. بالنسبه لكم دابا الوقفه اللي لانكم كتقوموا بها هنا، شنو الرساله اللي كتوجهوا؟ شنو هذه الرساله؟ كنطالبوا بتفعيل المسطره وتسريع المسطره، لانه هذا التاخير غامض وما عنده حتى شي مبرر. ما كاين حتى شي مبرر لحد الان الخطوه. وكنطلبوا باعتقال هذا الجنود، متابعتهم في حاله اعتقال. هذا هو اللي كنتمنى، والله يرحمه والبركه في راسكم مره اخرى. هذا هو. شكرا.